السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة ديالي كويزين تيما. اليوم غادي نقدم لكم واحد الوجبة ديال العشاء سهلة مهلة بمكونات بسيطة جدا. تقريبا عندي فيها 3 ديال المكونات حتى 4، وهذه تبقى كاقتراح وجبة عشاء او غداء صيفية. وبغيت نقول لكم قبل ما نبداو في الفيديو، ما تنساوش تضغطوا على الزر الاحمر زر الاشتراك وشاركوا معايا في القناة باش تبقاو توصلوا بكل جديد ان شاء الله، وفعلوا الجرس باش تبقاو توصلوا بكل جديد ان شاء الله. ندوزو دابا على بركه الله المقادير. غادي نحتاج فيها العجل المورق السريع، راني حاطاه لكم في القناه، وغادي نحط لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. راه ساهل ماهل، الواحد يدير منه كميه كبيره، يدير منه الواحد كميه كبيره ويديرو في المجمد، كيبقى المده ديال 3 شهور في المجمد و 3 ايام حتى 4 ايام في الثلاجه. غادي نحتاج واحد كمية من الجبن، انا استخدمت هنا الفرماج احمر، انتم تقدروا تستخدموا اللي متوفر عندكم. واحد معلقة ديال مطيشة سوليس، عندي هنا بيضة باش غادي ندوري المورقة ديالي، وعندي هنايا كفتة، كمية من الكفتة شحرتها انا هكا مع العطور، وبصلاتها هي مشحرة بوحديتها شلتها هكا طويلة وشحرتها. دابا على بركة الله طريقة التحضير. كناخد شوية الفرس، غادي نديرو وغادي نطلق العجين ديالي مورق، غادي نطلق العجين ديالي بالطول، ونعاود نطلقو بالعرض، غادي نجيب واحد الورق ديال الزبدة ولا غادي يعاوني باش نلف عليه العجين ديالي، وغادي نحط عليه هذاك العجين ديالي ونقلبو بحال هكا بسرعة. هانتوما كتشوفو، كنجيب واحد السكين وكنحيد هادوك الأطراف، بهاد الشكل وكذلك الجانب. وكذلك نقطع الطرف على هذا الشكل، هادو ما نضيعوهمش، غادي نستخدموهم في عجين اخر. كناخذ قطعه ديال الفحل هذه ديال البيتزا ولا شي سكين يكون حاد، وكنبدا كنقطع شرائح بهذا الشكل، ولكن ما نمشيش حتى الراس، كنحبس هنايا. نقطع باندات ما كيمشيوش حتى الراس، كنجيب هذيك معلقه ديال صلصه الطماطم، ومعلقه كبيره كنديرها هنايا، كنجيب هذيك البصله ديالي وغندير واحد شويه هكا. غادي ندير الكفته،
وغادي ندير فرماج حمر عليها من الفوق بهذا الشكل. ودابا غادي نبدا كنلف فيها المساعدة ديال هذاك ورق الزبدة اللي درت، غادي نلفها على هذا الشكل. وكنزيد نلفها حتى كنوصل للطرف. كنسدها من هذه الجوانب على هذا الشكل، كنقرص باش كتسد ليا. وكذلك من الجانب هذا، وكنلفها بهذا الشكل. كتجي بحال هكا، غادي نلفها وكنضغط على هادو باش يتلاقاو. غادي نديرها في لاطا. انا من بعد ما درتها في لاطا كنجيب واحد البيضه مطربه وغادي نبدا كندوري فيها كلها بهذا الشكل. اللي بغى يخليها هكا كيخليها، اللي بغى يرش عليها شي حاجه من الفوق على حسب متوفر. انا غنرش عليها بابو. غندخل الفران مسخن عندي مسبقا على 210 درجة. غادي نخليها طيب ليا ونخرجها ان شاء الله ونشوفو الشكل النهائي ديالها. هانتوما كيف كتشوفو المورقة ديالي هي وجدات، باقي ديال العجرة ما لحتاش. المقادير هانتوما نوريكم اشنو درت بيهم. درت بيهم قرنطات بحال هكا معمرين بالكفتة الفرماج. اللي باقي ما جربش العجين المورق كنصحو انه يجربو، يعني نكت حتى في شهر رمضان كما كيف تشوفو. وصراحه بزاف ديال الناس جربوه وصدق ليهم وسريع. انا هادشي تقريبا هاد الوجبه هادي ما خديتش مني الوقت بزاف. التحضير ديال العجين المورق هي الوجبه في ربع ساعه تقريبا كتوجد، والتحضير ديال العجين المورق عندك واحد 40 دقيقه، يعني الواحد يوجدو قبل ويخلي عنده في الثلاجه ديالو في مجمد راه كيبقى مده طويله. كنتمنى الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش ضغطوا على جيم انتما كتشوفوا، شاركوا معايا في القناه ديالي باش تبقاو توصلوا بكل جديد ان شاء الله. كتجي صراحه رائعه ومرافقه مع لاصوص، كتجي روعه. كنصحكم انكم تجربوها وما تنساوش تشتركوا معايا في القناه ديالي وتضغطوا على زر لايك. السلام عليكم.